يوم بعد امتحانات ديال كلية الطب وديال الأسنان، ما هي الحالة الآن ديال الطلبة؟ أولا الوزارة تنظر إلى الموضوع بمنظور شمولي، بحيث أنه في الوقت اللي كنتكلموا على الطلبة ديال الطب تنشوفوهم وليدات المغاربة، سواء كانوا في القطاع العمومي أو في القطاع الخصوصي، أو الطلبة المغاربة اللي كيدرسوا في الخارج في السنغال ولا كيدرسوا في تونس ولا كيدرسوا في رومانيا ولا غيرها. وبالتالي في الوقت اللي كنناقشوا الوضعية ديال التكوين وناقشوا الوضعية ديال المباريات ديال التوظيف، خاصة ريزيدانا اللي هي النقطة الأساسية العالقة، نحن ننظر إلى هاد أبناء المغاربة كلهم بتكافؤ فرص، لأنه ما عنده حتى شي معنى طالب من مؤسسة عمومية يدوز المباراة ديال الإقامة، وطالب مجي من مغربي مجي من السنغال أو مجي من تونس أو مجي من رومانيا أو أوكرانيا وخد المعادلة عنده الحق يدوز، وطالب اللي هو إلى جانب كلية الطب في الرباط فهمتي أو في الدار البيضاء ما يدوش. هذا حق دستوري للجميع، فيه تكافؤ للفرص بالنسبة للجميع. هذه النقطة الوحيدة اللي بقت عالقة في واحد ملف مطلبي مهم جدا فيه 14 نقطة، مثلا القضية ديال الداخلية، الأطباء الداخليين، مباراة الأطباء الداخليين تم حسمها بحيث المؤسسات التعليم العمومي بوحدة والمؤسسات التعليم الخصوصي بوحدة. علاش؟ لأن هذيك مازال في مسار التكوين، لازال الطالب طالبا. دابا الطالب تيقول لك هذاك 15 ولا 14 هي ثانوية ما عندهم بها علاقة. لا بالعكس، هي اللي بغيت نوضح لك. لا هي اللي بغيت نوضح لك، عندها أهمية كبيرة جدا. في الوقت اللي كنتكلموا مثلا على لي تيران دو ستاج، الفضاءات ديال 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 التدريب، وفي الوقت اللي التزمت وزارة الصحة باش توفر فضاءات استثنائية بتجهيزة استثنائية بميزانية استثنائية باش يمكن لها توفر الشروط الضرورية للفضاءات ديال التكوين. ولعلمك على أنه هاد 14 نقطة اللي كنتكلموا عليها الريزيدانا ما كانتش في الملف المطلبي الأول، إلا رجعتي لي في البداية راه ما كانتش، كانت هاد النقطة اللي كنتكلموا عليها. عطيتك مثلا المثال ديال الداخلية، عطيتك المثال ديال التجهيزات ولي تيران دو ستاج، نعطيك المثال ديال الميزة. الكس ديال الميزة ما خصهاش تكون في الشهادة، قلنا آمين، لأن هذا الأمر يتعلق بتعديل بسيط جدا في قرار الوزارة. قلنا أيضا المنح اللي كنعطيوها للطلبة، وأبدت الوزارة استعدادها على أن تتابع هذا الموضوع. هناك مجموعة من القضايا اللي هي غاية في الأهمية، التي علاش وعينا بها؟ لأنها الغرض الأساسي منها هو الرفع من جودة التكوين. هذا هو الأساسي. النقاش بدأ مع الطلبة منذ فبراير، لأنه شي وحدين تيقول لك ودي على أنه هناك الأذان الصماء وسد باب الحوار وكذا، شي مغالطة لا يمكن بها حل من الاحوال ان نقبل بها. هما تيقول لك علاش فبراير ومارس وابريل وماي كلها اشهر للحوار، والاكثر من ذلك، يعني حوار مباشر ماشي من طرف اللجنه التقنيه، من طرف الوزراء مع الطلبه، وتوصلنا الى بلاغ مشترك، وكنا كننتظروا على ان نتوصلوا من الطلبه في نهايه المطاف برايهم في الموضوع باش نمضي ويمشيوا الطلبه يكملوا الدراسه ديالهم. مع كامل الاسف ما تبلغت شيء ذاك النقاط ال 14 بالتفصيل للطلبه كما اتفقنا. درتوا الكوطا ياك سيد الوزير؟ لا دابا لا، فيما يتعلق بالامتحانات ديال الاقامه النقاش لا زال مستمرا فيها، وما عمر الوزاره غادي تفتح تسد باب الحوار، غير اللي تنقولوا هاد النقطه هذه ديال الريزيدانا وقتاش غتدخل حيز التنفيذ باش يفهمها الراي العام. من دابا سنتين عطاوهم غير وعود ويمشيو معكم. لا حنا تنقولوا ان الحوار لازال مفتوحا في ذلك، يمكن لكم توقعوا معهم. شوف حنا كيف ما وقعت الحكومه السابقه في 2015 كذلك نحن نسعى الى ان نهيئ كل الشروط لهؤلاء الطلبه باش يجتازوا التكوين ديالهم والامتحانات ديالهم في احسن الظروف. هذو وليداتنا، لسنا في صراع. يمكن لك تقول لهم هنا في 360 ان الحكومه تتعهد باش هذه النقطه 16 تبقى معاهم في الحوار وتحلها. كل النقط ال 14 حنا ملتزمين بها، متفقين. اللجنه المكونه من رؤساء الفرق البرلمانيه اغلبيه ومعارضه فوضناها واتفقت على هذه ال 14 نقاط، وحنا مستعدين نوقعوا عليها غدا
متفقين؟ النقطة ديال الريزيد أنا نفتحوها فيها الحوار، أنا تنقولها بشكل مباشر، لازال الحوار فيها مستمرا، وما غتكون النتيجة ديالها تم دابا، ما غتكون التأثير ديالها تم دابا عامين. لا أستاذ الوزير ما فهمتينيش. الحوار هما طلبوا إلا كان التوقيع واخا ما تقولوا لهمش دابا فعلا الحل راه المشكلة تحلات، غايب يستمروا ويدخلوا ويدوزوا. واش طلعتي على البلاغ اللي صدرته الفرق النيابية؟ نعم. الفرق النيابية اش تتقول؟ وحنا موافقين. تتقول 14 نقطة ها هي اللي صالح الطلبة جيد. نعم. وتتقول في البلاغ على أنه النقاش والحوار في النقطة ديال الريزيدانا ديال الامتحانات الإقامة ستستمر وتلتزم الوزارة بذلك. دابا بالنسبة للامتحان كيفاش كاين شي تعامل معاه بمرونة؟ احنا الآن بصدد تقييم التجربة ديال البارح، مع كامل الأسف بعض وسائل الإعلام مشات في اتجاه هذا رابح هذا خاسر، احنا ما كنشتغلوش بهذا المنطق. واش نجحت 100% ولا نجحت وندخلوا في النساب وكذا الى اخره، الى نجحت بلادنا، الى فشلت راه غادي تضروا وليداتنا، وبالتالي حنا بهذا المنطق كنتكلموا. الحوار مع عمر الوزاره تسدوا، غادي نديروا تقييم لهذه المرحله، وحنا مستعدين ايضا ان نستأنف العمل باش يمكن ان شاء الله التقييم غادي ما تضيع شيء، ما تضيع شيء السنه البيضاء، الحوار سيستمر. لا التقييم شحال غادي يدوم؟ ما ياخذش وقت. حنا بالعكس الى تذكرتي كنا قلنا الى الطلبه استنفوا الدراسه ديالهم راه يمكننا نعطي واحد جوج او ثلاثه الاسابيع ديال الاستدراك باش الطلبه يهيئوا افضل، ويمكن لهم يجتازوا. لا زلنا عند هذا الوعد. اذا موعدنا الاسبوع المقبل ان شاء الله.